الواد انا بدي امشي شوي. انتبه هالمحل. معروف؟ تعرف شي وين بيصير صالون توني؟ سوري مرتين مرتين ايه بس ويت صالون كوافير يعني ايه يا اتس رايت هير اتس ثيرد شوب اون يور رايت هيدا هون؟ يا هون يور هون ثانك يو حبيبي يعطيك العافية باي معك احنا عندنا طموح، انت شاب صغير بعدك مبلش بالشركه، انا وانطوان صرنا 20 سنه بالشركه. عشان شو قصه الطموح؟ الطموح اليوم اذا ما في مصاري قدامك ما فيك تتقدم، بدك تشوف الواقع قدامك. هي شغلتك تجيب لنا مصاري. هلا بدنا شو وظفناك نحن؟ الايجابيات والسلبيات يعني فينا نلاقي حل وسط نوسع بس كمان هذا كيفك؟ منيحة مش عشان هاي مروان وين الماما؟ بالشغل طيب يلا يلا انت وصلني يلا شو الكيس كله؟ مش بشي بالصيفية تيتا بدها تطلع على الجبل يلا طيب هلا اتحشرتي يلا كيف تمرنت؟ لك اكيد تمرنت يلا بكي عمرك؟ من زمان بكي عمرك؟ 8 بتتذكري؟ بتتذكري وجهه؟ بتتذكري صوته؟ تذكري عينيك كيف كنت طلعوا فيكي تذكريتي كيف كان يضحك كيف كان يحكيكي كيف كان يحملك هلا جربي ما تمثلي ما بتجربي تمثلي بلوط هيك قصص على مسرح ما في حدا بيعرف اني بالاوضه انا ماني موجود هن ماني موجودين هو موجود هون اوكي عم تحكي معه سكري عينيك عم تصوري حالك عم تحكي معه اوكي ركزي هيدا من الاول كل شيء امك فلت وتركت لك هذا الملف نعم امك فلت يعني. وتركت لك هذا يلا مشي معي مشي لا بدي اطلع على البيت بس بقول الماما فلت الماما وشوفي ما تركت لك هذا الملف وشوفي لازا سربرايز بقلبه يلا روحي مشي معي هلا بتشوفي شيء هلا بتشوفي عم بعمل لك سربرايز شو سربرايز يعني؟ يعني جزورة حول العالم الو ايه هدول كيفك حياتي؟ ياسمين بالشرف ايه وليد؟ يحكي مع نوال؟ شو اللي عملنا معي؟ صراحة ما بعرف وين هي. بدك تعرفي لولا حين؟ انه ايه؟ حضرتك حدثنا تمام. شو يا سوسو عجبك المنظر؟ كان بودي يمكن ضلوا عندي بس شو بدي اسوي؟ حبيتي؟ شو هاي؟ شو ها؟ روحي افتحيها روحي افتحيها اوكي هدول كانوا لبيك. واو لهلا عم تعطيني اياهم. ما بقى لهم محلهم بأوضتي. فيهم فيهم طارق. وليه ما بتلفني له؟ قولي له يجي. بعد ناقص. ما تروحي تشوفي طارق وخلصينا بقى. سوري دكتور ايه؟ سوري انا ضايعه شوي، دخلك الدوره من هون ما هيك؟ لا لا